السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. يلا النهاردة نعمل مع بعض تورتاية كيك الفادج بكل أسرار المحلات الحلوة اللي طلع معانا أحلى تورتاية كيك فادج كده زي ما انتم شايفين، وعليها صوص بيلمع اقتصادي جدا من غير كريمة من غير أي حاجة خالص. يعني وصفة بجد ممتازة وفي نفس الوقت اقتصادية ومش مكلفة أبدا. يلا بينا نبدأ، بس ما تنسوش ان انتوا لو عجبكم الفيديو ده انكم تعملوا لايك وكمان تشتركوا في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش عشان تشوفوا ان شاء الله كل يوم وصفة جديدة، واعملوا لي تعليق صغير برأيكم في الفيديو. اول حاجة عندي المقادير، عندي كده كوباية وربع من الدقيق، حطيت عليهم معلقة واحدة بس من البيكنج بودر، وحطيت كمان نص كوباية من الكاكاو عليهم، وحطيت رشة ملح، ودي المقادير الجافة. عندي بقى المقادير التانية، كوباية من السكر الحبيبات طبعا، وكوباية الا ربع من الحليب السائل، ونص كوباية من الزيت، وبيضتين زي ما انتوا شفتوا كده. اول حاجة في بولة كده حطيت السكر مع البيض، وهفضل اضرب كده لغاية ما الخليط يعني نحاول ان هو يبقى يبيض شوية زي ما انتوا شايفين كده، دي بتدينا نتيجة احسن. وحطيت رشة من الفانيليا، وهقلب بقى كويس جدا كده بالمضرب اليدوي، مش محتاجين مضرب كهربي خالص، الوصفة أبسط مما تتخيلوا. وحطيت كمان الزيت، وهبتدي إن أنا أضرب كويس جدا جدا كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هنزل بالحليب السخن. الحليب ده سخن ما تقلقوش خالص، بيدي نتيجة تحفة، يعني ما تقلقوش إن هو ممكن يسوي البيض كده وأي حاجة، لا خالص، بس أهم حاجة إن احنا بنقلب بسرعة علشان تدينا نتيجة حلوة، وهتشوفوا ان ده هيطلع معاكم احلى كيك فادج دقتوه وما دقتوش زيه قبل كده. دلوقتي بقى حطيت المقادير الجافة اللي قلت لكم عليها، وكمان هكتب لكم كل المقادير دي في صندوق الوصف. هنا وصلت للقوام ده، دلوقتي بقى محضرة الصينية بتاعتي مقاس 20، ودهناها دهنة زبدة، وحاطة فيها تحت كده في الأرضية ورقة زبدة عشان تبقى سهلة معايا وانا بخرجها من الفرن، وانا بطلعها يعني من الصينيه. دلوقتي انا مسخنه الفرن على درجه حراره 180 بقى لها 10 دقائق، سخنه جدا. بعد كده حط الكيك ده في الرف الوسطاني، وحاسبها في الفرن 35 دقيقه، وبعد كده بختبرها بخله كده في النص، وهشوفها استوت ولا لا. لو كانت الخله طالعه بسوائل او اي حاجه او اي شوايب بسيبها 10 دقائق كمان وبتبقى زي الفل. طبعا قبل ما ادخلها الفرن بخبط خبطتين زي ما انتوا شفتوا كده عشان تطلع اي فقاعات وما يبقاش الكيك فيه فراغات. هنا طلعتها من الفرن واختبرتها بخله، كانت مستويه وتمام جدا. هنا بقى الكريمه بتاعتي، استخدمت نص كوبايه من الكريم شانتيه الخام. عايزين تكتروا استخدموا كوبايه، بس انا استخدمت نص كوبايه بس، عليهم نص كوبايه من الميه الساقعه، وعليهم معلقتين من الكاكاو، ضربتهم شويه، وبعد كده بقى خدت شويه من الجناش اللي احنا هنعمله مع بعض، وبعدين ضربتهم كويس كده زي ما انتم شايفين. وبكده بتكون احلى كريمه لكيك الفادج. هنا بقى الكيك بتاعي بعد ما برد خالص، بعد كده بجيبه، وطبعا زي ما انتم شفتوا الورقه اتشالت بكل سهوله، وهقسمه لاتنين بس. انا حابه ان هي تبقى الطبقات عليها، ممكن انتوا تقسموه 3 طبقات فبراحتكم خالص، ممكن تضاعفوا المقادير وتعملوا كيك اكبر من كده برضو براحتكم خالص. دلوقتي بقى جبت الكريمه، شايفين طبعا متماسكه ازاي، هحشي في النص كده، وهحط كمان علشان بقى نعزز طعم الشوكولاته، هي كلها على بعضها كده شوكولاته في شوكولاته، يعني طعمها وهمي جامده جدا، فاحنا لازم برضو ايه نعزز طعم الشوكولاته فيها، عشان كده رشيت بقى رشه من الجناش. هعمله معاكم دلوقتي، بسيط وسهل جدا، ما فيهوش اي تعقيد خالص. يعني هنا بقى حطيت طبقه من الكريمه في النص، وبعد كده هجلس بقى التورتايه بتاعتي كلها زي ما انتوا شفتوا كده، وهبتدي ان انا اساوي شكلها، هحاول قد ما اقدر ان انا اساوي شكلها كويس. في ناس بيعملوا كيك الفادج من غير ما يجلسوه كده بالكريمه، انا بفضل اعملها كريمه، بيبقى شكلها احلى وبيبقى طعمها احلى من انها تكون متغلفه بالجناش بس. فانتوا اعملوا كده وجربوها، هتتبسطوا جدا من الطعم. بالمناسبه عايزه اقول لكم ان دي يعني الوصفه الاقتصاديه بتاعت كيك الفادج، يعني ابسط وصفه وكمان يعتبر ارخص وصفه. يعني زي ما قلت لكم الكيك ده كله على بعضه كده بعد ما خلصت التورتايه تكلفتها كلها على بعضها 25 جنيه، يعني مفيش ارخص من كده. هنا ده ربع كيلو شوكولاته طبعا محرره الغرفه، مقطعه كده بالسكين،
جبت كسرولة كده وحطيت عليه نص كوباية من الحليب المغلي وهقلب كويس جدا جدا، هلاقيه بيدوب معايا بكل سهولة. لو لقيت صعوبة في انه يدوب فانا بحطه على النار شوية، على نار هادية، او بحطه في الميكرويف بتدوب معايا وبتبقى تمام جدا. علشان بقى ازود اللمعة الحلوة اللي انت شفتوها معايا في اول الفيديو، بروح حاطه معلقة زيت كبيرة تديني لمعة حلوة جدا. هقلب بقى كويس جدا، زي ما انتم شايفين بيبقى سايل شوية كده، على بال بقى ما الكيك بيبرد وبسيبه شوية وكده، بسيبه على الرخامة الجناش ده وبستخدمه كمان ساعة او ساعتين بيكون تماسك شوية. هو اي نعم بيبقى سايل بس مش بيكون بالسيولة دي، زي ما انتم شايفين بيبقى متماسك كده. هنا بقى صبيت الكيك، بعد طبعا ما بسويها كده بروح حطها في فريزر نص ساعة او ساعة، وبصب الخليط ده بسرعة جدا علشان شكلها يبقى مظبوط اكتر. لازم نصب بسرعة ونصب على الاحرف زي ما انتوا شفتوا كده، ولازم نحطها على شبكة وعلى حاجة واسعة علشان اي زيادات تنزل تحت. وبعد كده باخد كل الزيادات دي بالسباتولا كده واحطها في علبة صغيرة واركنها على جنب، استخدمها في اي حاجة تانية. يعني احنا مش بنرمي حاجة خالص يا جماعة. شايفين بقى بيلمع وحلو ازاي زي المراية. الصوص ده بستخدمه في التورتات والجاتوهات، حلو قوي يعني، انتوا لازم تجربوه من غير كريمه بقى والتعقيد والكلام الفاضي ده، بس ده طعمه حلو جدا. اهم حاجه ان الشوكولاته بتاعتك يبقى طعمها حلو، وقتها مش هيفرق نحط عليها كريمه نحط عليها حليب، مش هيفرق خالص. فما تقولوش بقى ان دي علشان معموله بالحليب يكون طعمها وحش، لا خالص. انا كنت جايبه شوكولاته نوعها حلو وكان طعمه تحفه. هنا بقى بعد ما هديت شويه دخلتها شويه كده في التلاجة، وبعدين علمت علامات من فوق علشان اقطع كده بكل سهولة. بالترانش بتاعي اللي بقطع بيه بيكون مشرشر، مش بيكون زي السكين يعني. زي ما انتم شايفين كده بقى بقطع بكل سهولة، وانا قلبي جامد بقى. مش بقى لان تكون واحدة اصغر من التانية او كده، وانتوا حاولوا انكم تظبطوها شوية. هنا بقى الباقي من الجناش علشان اغطي بقى بيها الوش كله. هنا حطيت شويه من الجناش، ولادي قالوا لي لا يا ماما زودي، حطيته كله بقى. بعدين هتشوفوها برضو بعد كده هتلاقوا كميه الجناش دي اكتر، وكمان الكور الصغنونه دي برضو كور شوكولاته حلوه قوي، بتتباع في اي مكان بيبيع مستلزمات حلواني او اي سوبر ماركت بتلاقوها بتتباع في علب صغيره كده، بتبقى حلوه قوي وحاله الشكل قوي كده، والجناش طعمه تحفه. طبعا الجناش ده مش بيتقل عن كده، بيكون متماسك زي قوام النوتيلا اللي هو من فوق ده، بيبقى طعمه حلو جدا برضه. هو فاتح شويه علشان انا حطيت على الشوايه الباقيين حطيت شويه شوكولاته بيضه، بقى فاتح كده وبس كده. بقى الفيديو بتاعي خلص النهارده، ما تنسوش لو عجبكم حطوا لايك، وكمان اشتركوا في قناتي لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الاشعارات لاي فيديو جديد ان شاء الله هنزله. ودمتم في رعايه الله وحفظه.